كابتن الكبير كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام. يا فندم مشرف ومنور، دايما بسعد بتواجدك معايا. مساء الخير استاذ كريم، صديقي العزيز والنجم الاعلامي الكبير، تحياتي لحضرتك وللساده المشاهدين. كابتن جهاد الدهر كان معايا في الراديو، قالوا لي دلوقتي انك قلت تصريحات انه كابتن جهاد لازم يتعاقب. كان سؤال انا ليه، قلت له لو كنت مسؤول في اتحاد الكره او لما هتبقى هو نفسه يبقى عضو في مجلس اداره اتحاد الكره امنياته يعني، فقال لي ان هو هينسف اللجنه او ينسف النظام دوت ويجيبه على المحاره ويعدل من لجنه الحكام او بيعدل من منظومه التحكيم في مصر. الكابتن جهاد كان معايا منذ لحظات، فقلت حضرتك ضروري انك تتحدث في هذا الامر عشان سمعت ان انت ناوي تحوله للتحقيق او تعاقبه يعني. احنا طبعا يسعدنا ويشرفنا ان اي حكم عامل او متقاعد الظهور في البرامج مع الاعلاميين المحترمين زي حضرتك. اشكرك يا فندم. وانا وضع مسؤوليتي سلطاتي ما تدينيش الحق ان انا اعاقب، لكن تديني حق ان انا احافظ على النظام وعلى السلوك العام وعلى الامور الادبيه اللي تحافظ على هيبه وشكل التحكيم المصري في مصر والوطن العربي. ولما احد المسؤولين عن التحكيم سواء ابراهيم نور الدين او غير ابراهيم نور الدين يبقى متواجد في مسؤوليه ويسمح لاحد افراد المنظومه حكم متقاعد او عامل يظهر في احد البرامج ويتحدث بشكل غير لائق عن التحكيم المصري، لازم يكون في هنا وقفه ولازم يكون في حساب. جهاد جريس عليه ان هو يقدم اعتذار عن الكلام اللي قاله، لان الكلام اللي قاله يحمل معنيين والراي العام هي يبدا يغير التصريحات بتاعته، وهتخلي الناس تاخد من رصيدنا واحنا بنبني من بعد نجاحنا في السوبر بنبني على نجاحاتنا. يا كابتن بمنتهى الشفافيه والصراحه، مفيش حد كبير على الحساب. اي حد مسجل في سجلات اتحاد الكوره هيتحدث بشكل غير لائق عن منظومه اتحاد على منظومه التحكيم المصري انا هتصدى ليه وباللوائح وبالقانون. طيب كابتن جهاد قال انه ما قالش حاجه، هو قال راي فقط ومش هينفع يتحقق معاه او يستدعى للتحقيق عشان ما قالش حاجه غير ان هو بيقول راي فقط. هو قصه مش هينفع يتحقق معاه دي اللي هو لا يملكها. احنا لا نملك، احنا نملك احنا ومجلس الاداره احالته للتحقيق عشان خاطر يجي يقول اللي هو قاله ده يقصده من عدم التحقيق ده يثبته. لكن قصه ان احنا ما لا نملك، لا نملك. وفي حاله عدم وصوله للتحقيق هنرفع الامر لمجلس الاداره وهنوصي بمقابل وزير الشباب والرياضه واللجنه الاولمبيه لاتخاذ موقف معاه. احنا هنلحقه قانونا للحفاظ على منظومه التحكيم المصري. ليه؟ ان هو احد رموز التحكيم المصري.